هدنة أممية مصابة بالصداع النصفي، هدوء في الشمال وحرب في الجنوب، رصاص في الميدان وأقلام مأجورة تجوب آفاق الشاشات ومواقع التواصل تستهدف الجنوب في عمقه الأمني والقومي في استراتيجية تقوم على فلسفة الاستنزاف. فالحوثي يعرف جيدا أنه لا يقوى على مواجهة القوات الجنوبية في حرب مفتوحة، وله في ذلك تاريخ وتجارب دفع فيها كلفة باهظة، فعمد قادته إلى سياسة الظل من خلال مظلة الهدنة الأممية ومفاوضات السلام وغيرها من أمصار التهدئة ليضرب من تحت الحزام، وتلك طبيعته. وفي خبث من طويته حرك الحوثي ورقته الرابحة في سوق تخادمه مع قوى الإرهاب في خلايا القاعدة وتنظيم الإخوان وفصائل داعش لخلق جبهة موازية لتحركاته الجبانة، ولها هي الأخرى تجربة مريرة مع القوات الجنوبية وسهام الشرق وإعصار الجنوب ليست منا ببعيد. لقد سطرت القوات الجنوبية ملاحم تاريخية وبطولات ميدانية، وقدمت في سبيل قضيتها دماء زكية لم تثنها عزيمتها شائعات المغرضين، ولم تهب يوما مواقع النزال وسوح المواجهة. فسرعة التحرك ومعرفة الميدان ودافع العقيدة العسكرية وإيمان القضية ومشروعيتها عوامل من بين أخرى جعلت الميليشيات الحوثية وتوابعها الإرهابية تحسب ألف حساب لها. فلماذا تستخدم الهدنة الأممية ضد السلام من جهة وتستخدم للسلام من جهة أخرى؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت عدن. إذن مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت عدن. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، معي من عدن اللواء البروفيسور علي العولقي رئيس هيكلة القوات الأمنية الجنوبية، ومن أمستردام العميد ثابت حسين صالح الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير لضيفي الكريمين. دعني أبدأ معك عميد ثابت حسين صالح. الهدنة اليوم يعني يقول البعض بأنها نجحت إلى حد كبير في المحافظات الشمالية، سواء ما يسيطر عليه الحوثيون أو حتى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية، لأن المواجهات هناك يعني تقريبا توقفت ولا تكاد تذكر حتى الخروقات الحوثية هناك، بينما في الجبهات الجنوبية المعارك مستمرة وبشكل يومي، ونشاهد تصعيد حوثي في يافع، في كرش، في الضالع. ما هو السبب برأيك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله أوقاتكم، تحياتي للدكتور علي ولكم جميعا ولكل المشاهدين. بالضبط كما أسلفت في هذه المقدمة، وجود هدنة طبيعية في الشمال ووجود حرب مستمرة على الحدود بين الشمال والجنوب يدل دلالة قاطعة على أن هذه الحرب كانت وما زالت وستظل بين اليمن بمختلف قواه التي السياسية، أيا يكون الحاكم حوثي أو عفاش أو صلاحي إلى آخره، وضد الجنوب من ناحية أخرى. نحن نتذكر هذا جيدا، سواء كان أثناء اندلاع الحرب حيث كان الحوثيون شكليا يتبنون قيادة الغزو، ولكن كل قوى الشمال سواء كان ثلثي الجيش اليمني الذي كان متمركزا في محافظة الجنوب وبالذات في عدن وفي الضالع وفي المكلا وغيرها من المحافظات، كان يخضع للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وكذلك كل قوى الشمال الإصلاح، كل الأحزاب والمشايخ والقبائل، مراكز النفوذ القبلية والعسكرية والدينية كانت إما صامتة وأما مؤيدة لهذا العدوان ضد الجنوب، وهكذا كان في كل مراحل الحرب، وآخرها هذه المرحلة التي تسمى مرحلة الهدنة، وهي في الحقيقة كما أشرتم في تقريركم هدنة في الشمال فقط، مما يعني ألا حرب داخل الشمال بين ما تسمى مقاومة أو جيش وطني وبين الحوثيين، أن الحرب الحقيقية كانت وما زالت وتظل بين الشمال والجنوب. لكن يعني عميد ثابت، ما الهدف
من هذا التصعيد؟ لأنه أيضا لافت أن تصعيد الحوثي في الجبهات الجنوبية التي ذكرتها يعني يأتي بالتزامن أيضا مع تصعيد الجماعات الإرهابية أيضا في الجنوب في شبوة وفي أبين تحديدا. ما الهدف من ذلك؟ بالضبط، وهذا ما جعلني أقول أن الجنوب يواجه تهديدات أمنية، سواء كان عن طريق الحوثيين أو تهديدات أمنية عن طريق الجماعات الإرهابية التي هي على تنسيق مستمر وتخادم مع جماعة الحوثي وجماعة الإخوان في كل مراحل العمليات التي نفذتها وحتى الآن، مما يلقي على الجنوبيين مسؤولية كبيرة. يعني لاحظ أن الحوثيين حتى وهم يتفاوضون مع المجتمع الدولي ومع التحالف يركزون كل جهدهم وكل يعني يركزون على الجنوب، وكأن الحديث يدور حول تقاسم السيطرة حول الجنوب، إذ أن مسألة الشمال قد حسمت لصالح الحوثيين. حتى عندما يحاور حول موضوع صرف المرتبات يصر على أن تصرف هذه المرتبات من ثروات الجنوب. طيب، دعنا أيضا ننتقل للواء البروفيسور علي العولقي من عدن. مرحبا بك معنا في هذه الحلقة، وهنا الحديث عن أن هناك هدنة معلنة صحيح انتهت ولم يتم تجديدها بشكل رسمي، لكنها موجودة على الأرض، لا يوجد تصعيد كبير على الأرض باستثناء ما يحدث ربما في الفترة الأخيرة في المحافظات الجنوبية، هذا التصعيد الحوثي والهجوم على القوات الجنوبية والذي نسمع عنه بشكل يومي، كيف يمكن تفسير ذلك سيادة اللواء؟ طابت أوقاتكم وأرحب ضيفكم العزيز العميد ثابت حسين. طبعا في هذا الموضوع الجماعة الحوثي الإيرانية الإرهابية لا تجيد إلا الحرب ولا تجيد إلا العنف، لغتها وشعارها هو الموت، ولذلك هي تصعد في كل الجبهات في الخطوط التماس على الجنوب لغرض إثارة العنف والفوضى وغرض عرقلت مسيرة السلام والجهود الأممية في عملية السلام، لأن الحرب في طبيعتها منذ لحظة الأولى يعني قبل أكثر من 8 سنوات ونيف، يعني منذ مارس 2015 منذ نهاية مارس 2015 كانت الحرب هي بين الشمال والجنوب، لأن كل قوات الشمال اتجهت للسيطرة على الجنوب، وما كان تدخل التحالف إلا عندما تعرضت المصالح الحيوية للتحالف العربي والأمن القومي العربي للخطر نتيجة اتجاه قوات علي عبد الله صالح الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح وقوات جماعة الحوثي بدعم من إيران وبإعاز من إيران، واتجهوا جميعا للسيطرة على المحافظات الجنوبية، ويظل الحوثي يرفع شعار الموت ويظل يرفع أيضا شعارات التهديد وفقاعات التهديد الهوائية سواء ضد التحالف أو ضد الجنوب العربي بقصد عرقلة أي جهود أممية في سبيل التوصل إلى حل شامل وعادل يضمن حقوق كل الأطراف في الأزمة اليمنية. وهذا ما يفسر أن الجماعة الحوثي الإيرانية تستميت أو وجدت لديها الفرصة في أن القوات اليمنية أو قوات الحكومة اليمنية قد وضعت نفسها موضع الهدنة الواقعية مع جماعة الحوثي، وبالتالي لا تقوم بأي عمليات عسكرية لا من حيث الدفاع ولا من حيث الهجوم، وهي فقط تغض البصر أو تتواطأ في كثير من الأحيان في أن يستعمل الحوثي كل قواته ضد الجنوب، وفي أن يستعمل أو يستعين الحوثي بالجماعات الإرهابية التي أصلا قد تدربت على أيادي القوات اليمنية في النظام السابق. يعني هل تقول سيادة اللواء بأن ما يحدث اليوم من تصعيد حوثي يتزامن أيضا مع عمليات إرهابية بين الحين والآخر في محافظتي أبين وشبوة؟ هل هناك تنسيق في هذا الأمر أم أنه الهدف ربما مشترك بين الحوثيين والعناصر الإرهابية لكن لا يوجد تنسيق بين الطرفين؟ يعني هو يوجد هدف مشترك ويوجد تنسيق ليس فقط لدى جماعة الحوثي في هذا الوقت يعني منذ 8 سنوات، ولكن كان النظام السابق منذ التسعينات
عندما جلب كل إرهابي العالم أو كل الجماعات المتطرفة من كل دول العالم، العائدون من أفغانستان ومن الشيشان، والعائدون من البوسنة والهرسك ومن إندونيسيا وغيرها ومن إفريقيا أيضا، كل هذه الجماعات تم استجلابها إلى اليمن، وتم دفع هذه الجماعات المتطرفة نحو الجنوب. وكان الشعار الذي يرفعونه حين ذاك بأن الجنوب هذا البلد ما زال تسيطر عليه النزعة الشيوعية أو النزعة الاشتراكية، وينبغي تحرير هذا البلد وإجباره على الدخول أو فتح هذا البلد ودخوله في الإسلام. طبعا هذه الشعارات الآن هي نلاحظها ما يرددها وسائل الإعلام لجماعة الحوثي الإيراني الإرهابية هذا الوقت، ويساندها أيضا جماعة الأخوان المسلمين وإيديولوجيتها المتكررة في استباحة أرض الجنوب ودماء الجنوبيين، وشعارات الزعماء الدينيين في هذا الجانب لجماعة الحوثي أو جماعة الأخوان المسلمين واتحادهم مع بعض. طبعا هناك تنسيق كبير، لأن من ضمن استراتيجية الحوثي، من ضمن استراتيجية جماعة الحوثي الإيرانية الإرهابية، هي استعمال الإرهاب كوسيلة في حال فشل ضد الجنوبيين، وهو فشل في الجنوب، ولكن هو الآن لجأ إلى استعمال الإرهاب ولجأ إلى إشعال العنف في جميع خطوط التماس في الحد الجنوبي، يعني في الحد الجنوبي لجماعة الحوثي، ونقصد هنا بالحد الجنوبي هو الحد الشمالي للجنوب العربي المتاخم لمساحة جماعة الحوثي أو التي سيطر عليها جماعة الحوثي الإيرانية، فهو يشعل هذه النزاعات ويشعل ويقوم بهذا التهديد، ويستعين بالجماعات الإرهابية ويوفر لها الملاجئ والمخابئ والتمويل والمساعدات اللوجستية لكي تضرب في الجنوبيين أو تنحر بالجنوبيين، وأيضا بتواطأ من جماعة الأخوان المسلمين، وهم على توافق تام في هذا الجانب. لكن أن شعب الجنوب صابر ومثابر وهو على العهد، لن كما قال القائد الرئيس عيدروس الزبيدي، لن نسلم ولو شبرا واحدا من أرضنا، ولن نعطيهم ولو حفنة تراب من أرضنا. ستظل العقيدة العسكرية الجنوبية، عقيدة القوات المسلحة الجنوبية، هي الدفاع عن استقلال الجنوب وسيادته وسلامة أراضيه، وسيتحمي القوات المسلحة الجنوبية المصالح الحيوية. وسنتحدث أكثر عن هذا الموضوع في سياق هذه الحلقة سيدة اللواء. دعنا أيضا نرحب بمن ينضم إلينا في هذه الحلقة من الرياض، عادل المدوري، رئيس تحرير موقع الجريدة بوست. مرحبا بك معنا سيد عادل. نتحدث عن التصعيد الحوثي في الجبهات الجنوبية في يافع، في الضالع، في كرش، ونتحدث عن تزامن هذا التصعيد مع عمليات إرهابية لعناصر القاعدة سواء في أبين أو حتى في محافظة شبوة. كيف تقرأ هذا التزامن، وما هو الهدف من التصعيد المشترك بهذا الشكل ضد القوات الجنوبية في هذا التوقيت؟ ما هي استراتيجية تلك الأطراف؟ مساء الخير أولا أستاذ أحمد، مسي عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي قناة الغد المشرق. بالحقيقة الجنوب يواجه عدة جبهات، الجبهة الحوثية اللي هي المشتعلة على الجبهات الجنوب في مختلف الجبهات، سواء في يافع أو في الضالع أو في الصبيحة وكرش، أو في الجبهة اللي هي جبهة مكافحة الإرهاب، وكذلك الجبهة الاقتصادية التي هي أشد ضراوة. ونعتقد أن الجبهة التي تقودها الحكومة اليمنية هي ضمن الجبهات ولا تقل خطورة عن الجبهات التي يؤدي فيها أبطالنا في أبين، حيث يقدمون الشهداء الشهيد التلو الشهيد من دفاعا عن الجنوب. فلو تحدثنا عن مجمل الجبهات فهي أعتقد أنها تكون حرب في ثلاث مسارات: حرب اقتصادية، حرب دفع الإرهاب، وحرب أخرى التي تقودها ميليشيات الحوثي على الجنوب. سيدي العزيز، أنا أعتقد إنه الجنوب اليوم في وضع مأساوي جدا، الوضع مأساوي جدا في الداخل. خلونا نشخص المشكلة بشكل صحيح، وحتى يكون الرأي العام يعني مستوعب لهذه الحالة حتى يتفاعل ويحشد ويستعد لهذه المرحلة. أعتقد إن الوضع يجب أن يشخص بأن الجنوب في وضع مأساوي جدا، ومع تعاطي حكومي مع
الأزمة بشكل فاضح جدا، يعني فساد مزري ووضع مريع. أنت تتكلم على حكومة يعني منذ 2017، أنت لو دخلت على حساب رئيس الحكومة منذ عام 2017 إلى اليوم في حسابه في تويتر الرسمي، ما أتحدى أي واحد يحصل له أنه استطاع أن يحل مشكلة واحدة. أنا أعتقد أنه من 2017 إلى اليوم لم يحل أي مشكلة، سواء على المستوى الخدمي، سواء حتى في دعم في أطار مكافحة الإرهاب، سواء دعم على الجبهات. هي عندما نتكلم على حكومة، أنا لا أقصد فقط الحكومة في مجال الخدمات، لكن نتكلم على وزارة الدفاع، نتكلم على وزارات في مختلف الوزارة الداخلية. أين هي هذه الوزارات؟ أين دور وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب في أبين؟ أين دور وزارة الدفاع في جبهة الضالع وفي جبهة يافع؟ أين دور الوزارات الأخرى؟ اليوم وزير الدفاع يذهب زيارة إلى تركيا، وزير الخارجية يذهب إلى 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 العراق. ما الذي يعمله هذا الوزراء؟ أين هم الوزراء والحكومة في وادي، والعالم والشعب في وادي آخر؟ أعتقد أن الحكومة تعمل في فلك آخر، ليس لا تعمل في فلك الشعب، ولا تعيش الواقع الذي يعيشه الشعب. هم عايشين في وادي والشعب عايش في وادي آخر. أعتقد يا سيدي العزيز أن جوهر الصراع هو واضح جدا. جوهر الصراع اليوم الذي نعيشه في الجنوب هو صراع بين القوى الهضبة الزيدية أو قوى صنعاء مع الجنوب بشكل عام. هذا التشخيص الحقيقي. اليوم عندما تنظر إلى الجبهات المشتعلة هي الجبهات الجنوبية، الحرب كلها تشن على الجنوب. يا أخي العزيز، أمس خلال الأسبوع هذا فقط تم رفع البترول جرعتين. خلال أسبوع واحد تم رفع البترول جرعتين. ماذا يعني هذا الكلام؟ جرعتين، الجرعة واحدة في صنعاء كانت كفيلة بإسقاط نظام علي عبد الله صالح التي قام بها الحوثي. اليوم نلاحظ وزارة شركة النفط تعلن عن جرعتين مع بعض خلال أسبوع، ويبررون هذا العمل بأن هناك رفع ارتفاع في منسوب أو ارتفاع في أسعار البترول العالمي. أين هذا الارتفاع؟ نحن برع في عايشين في هذا العالم ولا نرى أي ارتفاع. فأعتقد أن الحرب متكاملة جدا. طيب، سواء كانت حرب على الإرهاب أو حرب على الجبهات أو حرب من قبل الحكومة تشل بمختلف الوزارات. سواء كانت يعني تتخيل أنه مثلا وزارة التربية لا يوجد لها أي شيء على الحضور أو تحل. طيب، مشاكل في على مستوى الجنوب أو محافظات المحررة. يعني حرب شاملة على الإنسان في الجنوب. عميد ثابت حسين صالح كذا يقول، ضيفنا من الرياض. عميد ثابت، يعني التصعيد بهذه الطريقة في وقت نتحدث فيه عن هدنة أممية، تصعيد الحوثي، التصعيد أيضا من قبل العناصر الإرهابية، هذا التصعيد المزدوج والمتزامن في وقت واحد، إلى أي حد يهدف أيضا لاستنزاف القوات الجنوبية واستغلال ما تسمى الآن بالهدنة؟ نعم، هي بالفعل الحرب تستهدف استنزاف الجنوب إنسانا وأرضا وثروة. وكلما حتى الحكومة الشرعية كما أشار عادل تبدو وكأنها تخدم الحوثيين، سواء كان برغبتها أو بتصرفاتها وبفسادها وفشلها المستمر الذي كان وما زال ينصب لصالح الحوثيين. الحوثيون لم يحققوا انتصارات في الجنوب على الإطلاق بسبب وجود مقاومة حقيقية جادة، شعب لديه عقيدة عسكرية وهدف سياسي واضح، واستعادة دولة الجنوب والتصدي للحوثيين. التصدي للحوثيين طبعا، المجهود الجنوبي يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من المجهود العربي الذي تقود المملكة والإمارات، بينما الحكومة وكل القوى لا يقدمون إلا تصرفات وسلوكيات تخدم الحوثيين، سواء كان في تسليم المواقع العسكرية والأمنية أو في فشل تقديم أي خدمات. بل أكثر من كذا، يحاولون نهب ثروات الجنوب وإرسالها إلى صنعاء، كما أشير أكثر من مرة. يعني قبل يومين سمعت عن، أعتقد أنه مدير الجوازات يتحدث عن أن 80% أو أكثر من 80% من إيرادات الجوازات تروح إلى صنعاء. يعني نحن حقيقة أمام حرب غريبة جدا. شرعية تدعي أنها تقاوم الحوثيين ولكنها لا تعمل شيئا لمقاومة الحوثيين. على التحالف العربي الآن أن بعد هذه السنوات الإجافة
اللي كانوا يقولوا سبع لكنها بالنسبة لنا أصبحت تسع، عليهم أن يضعوا حدا لهذه المأساة التي هي موجهة أساسا ضد شعب الجنوب. هناك من يحاول أن يقاوض شعب الجنوب بين الأرض، بين الخبز مقابل السلام، كما كانت إسرائيل تقاوض العرب بين السلام والأرض، أعطاها العرب السلام ولم تعطيهم الأرض، والجنوبيون هكذا يعملوا بدلوا الغالي والرخيص من أجل نصرة التحالف العربي، من أجل تحرير أراضي الجنوب، من أجل دعم مقاومة الشمال، ولكنهم لم يجدوا من هذه المقاومة، من هذه القوى التي تدعي أنها تقاوم الحوثيين، لم يجدوا منها سوى الخذلان وسوى الخيانة، الأمر الذي ينبغي على التحالف العربي أن وعلى المجتمع الدولي أيضا أن ينظر إلى الصراع الدائر نظرة حقيقية، ينظر إلى الجذور وليس إلى القشور. نحن أمام صراع حقيقي يدور حول الوحدة، حول محاولات الشمال فرض الوحدة بالقوة على الجنوب باتباع كافة وسائل الحرب بما فيها حرب التجبيه وحرب الخدمات. وللأسف الشديد يجدون من يدعمهم، يدعون من يغض النظر عنهم على الأقل من جهة المجتمع الدولي. ويعني وفي هذه النقطة تحديدا أعود لك سيد عادل المدوري، في نقطة ذكرها وهي نقطة لافتة ذكرها العميد ثابت حسين صالح، مسألة الوحدة، ونلحظ مؤخرا كثير من الحديث من قبل القيادات الحوثية عن الوحدة والحفاظ عن الوحدة ووصف الجنوبيين بالانفصاليين. لماذا يستخدم الحوثي هذه اللهجة مؤخرا برأيك؟ هو الحقيقة جوهر الصراع هو ليس، أنا أعتقد هذا وجهة نظري الشخصية، أن جوهر الصراع ليس الحوثي وليس الحزب الإصلاح وليس جوهر الصراع على السلطة في صنعاء. أنا أعتقد أن الجوهر المشكلة هي الأساس التي أنشئت عليه وأقيمت ما تسمى الجمهورية اليمنية. هذا الأساس هو أساس البلاء وأساس المشاكل كلها. فالوحدة التي أقيمت عام 1990 لم تكن يعني وحدة حقيقية، هي وحدة جلبت المشاكل وجلبت الكوارث سواء على الجنوب أو على الشمال، لأنها من بعد هذا التاريخ بدأت المشاكل، بدأت التصفيات، بدأت القتل، بدأت بعدها الاحتلال واقتصاب السلطة، إلى ثم جاء الثورة، ويعني كلها تسلسل لجوهر واحد وهو الوحدة. الآن تتم عملية المتاجرة بهذا الشعارات حتى أنه يستطيع الحوثي أن يلهي العامة وأن يكسب تأييد للحرب على الجنوب، وهو هذا الهدف. طبعا سواء كان الهدف حوثي أو كان إخواني، كلهم هدفهم إلى الجنوب. أنا أعتقد أنه قبل أيام عندما أعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وبقيادة المخلافي الذي سرق 300 مليون دولار من التحالف العربي وذهب إلى تركيا ليفتح بها محلات ومطاعم خاصة فيه، أنا أعتقد أن هذا هدفه الجنوب. والدليل أنا عندي أدلة ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو أن 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 في مجالس المقاومة بالعادة في أي منطقة وفي أي بقعة من الأرض فيها احتلال تتشكل أعضاء المقاومة من داخل هذه المناطق التي فيها احتلال، لكن عندما يتشكل مجلس مقاومة ويتكون أعضاءها من رمزي محروس في سقطرة، أين المقاومة في سقطرة يا أخي؟ سقطرة وإيش اللي جاب سقطرة في مقاومة ضد الحوثي أو الشمال؟ الشيء الثاني عندما يضع واحد اسمه عبد الرقيب الصبيحي، هذا الشخص هو احد موظفي علي محسن الاحمر في محافظة لحج، وهو الذي كان يثير القلاقل في صباحة ويدعم ما يسمى بمحور صباحة، الذي الى حد الان ما هو يعتبر احد المصادر التي يرسل المفخخات ويرسل العبوات الناسبة الى داخل محافظة عدن. انا اعتقد انه هذا المجلس او هذا ما يسمى مجلس المقاومة الشعبية انه خصص الجنوب. والسبب الثاني كذلك ان اذا كان المخلافي صادق انه بمواجهه الحوثي فالتحالف قد دعمه ب 300 مليار، اذا كان صادق بيحرر تعز كان مسك ال 300 دولار وصرفها ولا يسكر جواله عندما اتصلوا عليه وقالوا وحددوا ساعه الصفر، اغلق جواله وذهب بهذه المليارات. السبب الثالث يا عزيزي، كل الحروب التي شنها حزب الاصلاح
يعني كلها باتجاه الجنوب، لا يوجد لها أي حرب بالشمال. لذلك أنا أعتقد الحشود سواء كانت يعني قبل تشكيل هذا المجلس المجلس المقاومة الشعبية أو بعدها، هو كله تركيزه على الجنوب، وبالتالي قسم المعركة باتجاه ثلاثة محاور: باتجاه محور حضرموت تتولى المنطقة العسكرية الأولى، والمحور الثاني في 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 مأرب، وتولى حزب الإصلاح، والحشود في عارين موجودة حتى هذه اللحظة، والمحور الثالث هو محور الصبيحة وتعز، وهو بقيادة عبد الرقيب الصلاحي الذي أو عبد الرقيب الصبيحي الذي سوف يقوم بالتعاون مع المدعو قائد محور ما يسمى بمحور الصبيحة الجبولي، وهو العنصر استخباراتي سابق في حزب الإصلاح، وهو كذلك الآن هو قائد ما يسمى بالمحور الصبيحة. وبالتالي هم هجومهم سيستهدف أول شيء سيستهدف المخا، طبعا سيستهدف طارق صالح بكل تأكيد، لأن الصراع ما زال موجود، وأن طارق صالح هو مستهدف بشكل مؤكد جدا من قبل محور تعز، وكذلك الاستهداف هو الاستهداف الممنهج للجنوب حتى يحلموا بإسقاط الجنوب، وهذا مستحيل جدا وبعيد كل البعد. أنا أثق كل الثقة إن والله العظيم سواء في جبهة الجنوب على الخط كلها على النار، عندنا عقيدة واحدة في الدفاع عن الجنوب، إما حياة أو موت. إحنا بنقاتل من أجل البقاء، أما هم يقاتلون من أجل الكرسي ومن أجل السلطة ومن أجل الراتب. وهناك فرق كبير جدا. وصلت الفكرة سيد عدل المدوري، تفضل بالبقاء معي أنت أيضا وضيوفي الآخرين. مشاهدينا سنتوقف مع فاصل قصير، نعود من بعد لإكمال هذا النقاش، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت عدن، والتي نتحدث فيها عن التصعيد الحوثي في الجبهات الجنوبية رغم الهدنة والمتزامن مع تصعيد العناصر الإرهابية. أرحب بضيوفي مرة أخرى في هذه الحلقة، معي من عدن اللواء البروفيسور علي العولقي رئيس هيكلة القوات الأمنية الجنوبية، من أمستردام العميد ثابت حسين صالح الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن الرياض عادل المدوري رئيس تحرير موقع الجريدة بوست. مرحبا بضيوفي مرة أخرى. لواء علي العولقي، في 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 مواجهة هذا التصعيد الحوثي الذي يأتي مع وجود هذه الهدنة اليوم، هذا التصعيد الحوثي يعتبر خرق لبنود هذه الهدنة، القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي كيف تتعامل مع هذا التصعيد؟ هل هناك أيضا تواصل مع المجتمع الدولي وإيصال حقيقة ما يحدث في الجنوب اليوم؟ يعني بالنسبة لن تنكسر إرادة الشعب في الجنوب وقواته المسلحة، درجة تسامحنا مع العمليات الإرهابية هي صفر، وقيادتنا السياسية على عزيمة وإصرار في مواجهة الإرهاب. وطبعا التحدي الأول هي جماعة الحوثي الإيرانية، ولكن التحدي الذي يليها مباشرة هي استخدام الحوثي وجماعة الأخوان المسلمين للإرهاب في زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية. عندما يفشل الحوثي في جبهات القتال وفي خطوط التماس الحد الشمالي الجنوبي اللي هو المتاقم للمحافظات الشمالية، يلجأ إلى استعمال طبعا العناصر الإرهابية، وهذه العناصر الإرهابية نجد لها المخابة والملاجئ والتمويل والتدريب وعناصر الإيواء الآمنة تشملها في المحافظات الشمالية. مثلا مجموعات من العناصر المتطرفة والإرهابية تتدرب ويتم تمويلها وتحت إشراف عناصر من جماعة الأخوان المسلمين في محافظة تعز، وهذا الأكثر من مرة، ولم تحرك الحكومة ساكن في هذا الإطار، لم يحرك لا وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء أو يوجه السلطة المحلية في محافظة تعز، بالرغم أن محافظة تعز يقولون تحت الحصار لجماعة الحوثي. ولكن بينما الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تتجه إلى الجنوب ليست تحت الحصار، كل السيارات المفخرة تأتي من محافظة تعز من منطقة التربة، وجميع العناصر الإرهابية التي تم ضبطها أو التي انغمست أو انخرطت في اغتيالات ضد قيادات عسكرية ومدنية جنوبية هي أصلا خرجت من محافظة تعز بتسليحها ومتفجراتها وتمويلها وعناصر التدريب وعناصر الاستخبارات من هذه المنطقة.
أيضا يجد الإرهابيون مكامن ومخابن الإيواء في محافظة البيضاء اليمنية في الزاهر وقيفة وغيرها من المناطق، ويجد أيضا الإرهابيون ملاجئ ومخابنهم في مارب وفي الجوف. هذه كلها يستعملها الحوثي بالتواطؤ من جماعة الأخوان المسلمين وسكوت من الحكومة اليمنية وسكوت من الحكومة. لكن سيادة اللواء، ماذا عن القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي؟ هل المجتمع الدولي اليوم على دراية بما يحدث؟ لأنه ما يحدث هو التزام من قبل القوات الجنوبية بالهدنة، بينما خروقات من قبل الحوثيين، ويعني حتى الآن هناك استنزاف للقوات الجنوبية، يسقط شهداء. هل المجتمع الدولي على دراية بما يحدث؟ طبعا القيادة السياسية المجلس الانتقالي الجنوبي وهي ممثلة شعب الجنوب على اتصال دائم بالتحالف العربي والدول الشقيقة والصديقة، وتطلعهم دوما باستمرار عن مجريات الأحداث، وهناك تنسيق فيما يتعلق تنسيق متكامل فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وجهاز خاص بمكافحة الإرهاب في المجلس القوات المسلحة الجنوبية، وعلى هذا المستوى يتم التنسيق وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات مع البلدان الشقيقة والصديقة في هذا الإطار. وكما صرح الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أن معركتنا مع الإرهاب هي معركة مصيرية وليست وليدة اليوم، بل هي تمتد لأكثر من 3 عقود من الزمن. وما قدمته القوات المسلحة الجنوبية في إعصار الجنوب وسهام الشرق إلا دليل واضح على عزمها وتصميمها في اجتثاث الإرهاب من على أرض الجنوب نهائيا، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء أيضا. وكانت لقواتنا المسلحة الجنوبية عمليات ناجحة، وصحيح هناك كان استنزاف لقواتنا في هذه العمليات، ولكن تحقق قواتنا نجاح كبير فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومطاردة الجماعات المتطرفة. بالأمس تم القبض على أحد العناصر القيادية سعيد علي سعيد المكنى بالقعقاع، وهو أحد القيادات المساهمة في مسألة الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية. صحيح. في محافظة أبين وشبوة. صحيح، وهذه إنجازات يعني مهمة جدا عميد ثابت حسين صالح. يعني الحديث عن الانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات الجنوبية ضد التنظيمات الإرهابية، قبض على خلية لداعش في يافع، الحديث عن قبض على قيادي في تنظيم الإخوان في لحج، أيضا ما تحدث عنه ضيفنا من عدن يوم أمس، القبض على قيادي بارز في تنظيم القاعدة في محافظة أبين ضمن العملية الأمنية. ما هي أهمية هذه الإنجازات عميد ثابت؟ أيضا كيف يمكن استغلالها لتقديم المزيد من الدعم للقوات الجنوبية؟ نعم، هذه الإنجازات أولا ترفع من رصيد المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة الجنوبية في الداخل، وتجعل شعبنا أكثر تصميما وثقة بنفسه وبقواته المسلحة العسكرية والأمنية. وثانيا ترسل رسائل إيجابية إلى الخارج عن جدية القوات الجنوبية في مكافحة الإرهاب، وهي الأول مرة حقيقة في تاريخ اليمن توجد قوات وإرادة سياسية جادة في مكافحة الإرهاب، بعكس ما كنا نعرفه أيام النظام السابق وأيام الحكومة السابقة أيضا. لكن ما ينقص المجلس الانتقالي وما هي أنا أعتقد نقطة ضعفه هي التكثيف وتوظيف العمل. المعركة هي حقيقة معركة سياسية ودبلوماسية وإعلامية في الخارج. الخصم يستخدم إمكانيات دولة اليمنية حقيقة كلها بسفاراتها بأجهزتها بمؤسساتها تستخدم ضد الجنوب وتستخدم في نهاية المطاف لصالح الحوثيين. أن ناهيك عن ما لدى الحوثيين من إمكانيات هائلة ودعم إيراني ودعم دولي من قوى يعني غير معلنة، دعم سخي هنا، يعني المعركة غير متكافئة، ولكن شعبنا في الجنوب يعلق على الحق، على أن الحق سينتصر، صاحب الحق في نهاية المطاف سينتصر، وبالفعل هو الذي يحقق انتصارات على الأرض، سواء كان في التصدي للحوثيين وإفشال المشروع الفارسي نهائيا أو في إفشال ومكافحة الجماعات الإرهابية أو في تقديم نموذج يحتذى به
لدى التحالف، والتحالف العربي أيضا لديه مسؤولية. يعني بالفعل التحالف العربي بقيادة المملكة والإمارات قدموا دعما كبيرا، ولولا هذا الدعم لما تحققت مثل هذه الانتصارات. لكن بالنظر إلى فارق موازين القوى، نحن نتحدث عن الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الطرف الآخر، الطرف الخصم، التحالف والمجتمع الدولي معني بدعم القوات الجنوبية، سواء كان دعمها بالسلاح والمال واللوجستيات وحتى تحقيق دعم استخباراتي، أو دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في جهوده في المعركة السياسية والدبلوماسية والإعلامية في الخارج التي لا تقل شراسة عن المعركة في الداخل. ما رأيك سيد عادل المدوري بالحديث عن المجتمع الدولي اليوم؟ القوات الجنوبية يعني تحارب العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى يعني التزام القوات الجنوبية بالهدنة رغم خروقات الحوثيين، لكن كثيرون يقولون بأنه يبدو أن المجتمع الدولي لا يعطي القدر الكافي من الاهتمام لهذه الأمور. هل اليوم لم يعد يجدي نفعاً التعويل على المجتمع الدولي؟ هو الحقيقة بالنسبة للقوات الجنوبية هي وفرت على الـ على الـ 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 الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب. نحن نعلم أنه أمريكا ودول كثيرة تتولى مكافحة الإرهاب وترصد لها ميزانيات كبيرة. اليوم على الأسف الشديد القوات الجنوبية تحارب يعني أخطر أنواع تنظيم القاعدة في على مستوى العالم، في 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 الجزيرة العربية. ومع الأسف الشديد أنه هذه القوات التي تحارب لم تستلم حتى المرتبات، ما نقول دعم، حتى مرتبات هذه القوات يعني يبتزوهم بالمرتبات، يأخروهم بالمرتبات، أشهر بلا مرتبات، يعني ينقصوا المرتبات. وهذه مشكلة خطيرة جدا. يعني أنت بتتكلم على ناس يدافعوا عن أمنهم وأمن العالم كله، ومع ذلك العالم كله متجاهل. أنا أعتقد أنه بالفعل يعني احنا نحتاج أن نعيد تقديم المشكلة بشكل آخر إذا لم ننجح في إيصال الرسالة إلى العالم بأننا نحن نواجه إرهاب يستهدفنا ويستهدف العالم، يستهدف ممكن إذا سيطر. أنت شوف، انظر إلى مضيق باب المندب، هو الكل مصالح العالم من هذا المضيق. إذا افترضنا أنه هذا المضيق باب المندب سقط تحت سيطرة القاعدة أو داعش، أو سقط تحت ميليشيات إلى إيران اللي هي الحوثية، بالتالي الكل متضرر من هذا من هذا من هذه الجماعات الإرهابية. وبالتالي نحن يجب أن نفعل الجوانب الدبلوماسية. فعلا هناك قصور، وهذا الشيء بحاجة إلى إعادة مراجعة. نحن أبطال على الميدان، عندنا قوات مسلحة جنوبية بطلة تحقق إنجازات، يعني رغم أن يعني هذه مكافحة الإرهاب ملف صرف عليه يعني مليارات من قبل نظام علي عبد الله صالح، وكانت هذه المليارات تذهب إلى غير محلها، وحتى أنها كانت البعض تذهب إلى الجماعات الإرهابية نفسها. اليوم يعني هناك يعني القوات الجنوبية تقوم بمعركة حقيقية، وهناك رؤوس يعني يتم القبض عليهم، زي ما حصل يوم أمس القبض على الزعيم القعقاع اللي هو زعيم بارز في تنظيم القاعدة، وما زال الحبل على الجرار. يعني أنت اليوم حبل المسبحة للجماعات الإرهابية انقطع، وبالتالي ستشاهد سقوطهم واحد تلو الآخر. لذلك أنا أعتقد أنه نحن يجب أن نوظف هذا الملف هذا، الكل مجمع على محاربة الإرهاب، ويجب أن يوظف بشكل صحيح. يعني عندك قوات مكافحة إرهاب يعني موجودة ومنتشرة على مستوى العالم، وبالتالي يجب على المجلس الانتقالي أنه يعني يضغط من أجل يعني تحقيق مناصفة عادلة في أطار السلك الدبلوماسي. هذه النقطة مهمة جدا. نحن ليس معنا أي مناصفة إلا في أربع وزارات، وهي وزارات هامشية، السمك والزراعة وشغلات لا تهش ولا تنش. يعني من الآخر هذه الشراكة لم تعد مفيدة، هذه الشراكة يعني تسبب لنا الضرر. وبالتالي أنا أعتقد أنه لابد من رمي حجر لتحريك المياه الراكدة. اليوم الوضع في البلاد بشكل عام المياه راكدة جدا، المياه تعفنت، وعلينا كجنوبيين احنا متضررين أن نرمي الحجر. ما نقول أن احنا ننقلب على الناس ولا ننقلب على الشرعية، احنا الشرعية وسنظل شرعية، ولكن يجب أن نرمي الحجر، يجب أن نرمي الحجر حتى تتحرك المياه ونعيد تصحيح الأوضاع، خصوصا في المجال الدبلوماسي. يعني كل
كل ميزانية الدولة تتكلم على يعني صرفيات هائلة في 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 قنصليات وموظفين وكلها من المحافظات الشمالية 90 طيب. أو 95% ممكن أقل من 5% اللي هم جنوبيين، وهم حتى الجنوبيين هم محسوبين على تيارات يعني تابعة للهضبة الزيدية. طيب يعني أعود لك لواء البروفيسور علي العولقي والحديث عن المجتمع الدولي ويعني مدى دعمه للقوات الجنوبية، ونحن نتحدث عن ما تقوم به القوات الجنوبية من محاربة للتنظيمات الإرهابية حتى نيابة عن العالم. السؤال، لماذا لا نرى دعم دولي حقيقي للقوات الجنوبية وهي تحارب التنظيمات الإرهابية، مثلا دعم بطائرات مسيرة أو حتى أسلحة ثقيلة، أجهزة كشف متفجرات وغيرها؟ يعني سؤال وجيه. يعني أولا مسألة مكافحة الإرهاب هي مسألة تخصنا نحن الجنوبيين، لأننا غير متسامحين مع الإرهاب، سنواجه هذا الإرهاب لأنه يضر ببلدنا ويضر بمصالحنا ويضر بالسلم والأمن الدوليين. وكل ما تقوم به القوات المسلحة الجنوبية والقوات الأمنية أكد أنها محل تقدير واهتمام من المجتمع الدولي ومن التحالف العربي بالذات، لأن القوات المسلحة الجنوبية نجحت في تحرير مناطق كانت أكثر من 3 عقود تسيطر عليها الجماعات الإرهابية. نجحت القوات المسلحة الجنوبية في تحرير وادي عمران في محافظة أبين، ونجحت أيضا في تحرير وادي الخيالة أو ما يسمى بمعسكرات وادي الخيالة التي كانت كل التنظيمات الإرهابية متمركزة في هذه المناطق منذ عشرات السنين، منذ أكثر من 3 عقود، ومن جميع أنحاء من مختلف الجنسيات العالمية. يعني نشاط القوات المسلحة هي محل تقدير واهتمام من المجتمع الدولي، ونتبادل المعلومات مع هذا المجتمع في مكافحة في استئصال شأفة الإرهاب، لأنها ظاهرة عالمية وظاهرة تضر بالسلم والأمن الدوليين بشكل عام. نتعاون وخصوصا مع أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ويقدم هناك دعم، ولكن ما زال الطموح هو أن يقدم كثير من الدعم، وكما أشرتم وخصوصا فيما يتعلق في أعمال التجسس المضاد ضد الإرهابيين وفي أعمال استعمال الطيران المسير ضد الجماعات الإرهابية، لأنه سلاح فاعل وناجح فيما يتعلق في المناطق الجبلية وأيضا في المخابئ أو المزارع التي قد يتخفى فيها الجماعات الإرهابية والمتطرفة. لكن نقول أن هذا هدفنا وهذا هو نضالنا وعهدنا لشهدائنا وعهدنا لشعبنا، في أن نظل دوما صامدين مثابرين في مكافحة الإرهاب، ولن نحيط قيد أنملة عن ذلك. أشكرك جزيلا من عدن اللواء البروفيسور علي العولقي رئيس هيكلة القوات الأمنية الجنوبية. شكرا جزيلا لضيفنا من أمستردام العميد ثابت حسين صالح الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا جزيلا لضيفنا من الرياض عادل المدوري رئيس تحرير موقع الجريدة بوست. مشاهدينا، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على كرم المتابعة وفي أمان الله.